صباح الخير لنا وصباح الخير هبة، وصباح الخير لمشاهدينا ومتابعينا من خلال برنامج يوم جديد وعبر فقرة القافلة. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا حبيبي، نحب نسمع منك شو محضرين لنا اليوم ومكان تواجدك بالتحديد. متواجدين معكم إن شاء الله من داخل فندق الانتركونتيننتال لتغطية فعاليات المهرجان الدولي الرابع للتمور لعام 2022. هذا المهرجان الذي يضم يعني نخبة من مزارعين الأردن، مزارعين النخيل، وأيضا بمشاركة كبيرة من مختلف الدول العربية وأيضا الشركات المحلية لإنتاج التمور. سنتحدث عن أنواع التمور وجودة التمور الأردنية. في البداية معنا الأستاذ لورنس المجالي، الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة. منصبح عليك ومنرحب فيك من خلال برنامج يوم جديد. اليوم نتحدث عن مهرجان التمور، ووزارة الزراعة من المنظمين لهذا المهرجان، نافذة تسويقية ويعني ترويج للتمور وجودة التمور الأردنية. تفضل. صباح الخير مرة أخرى زميلات، زميلة هبة وزميلة لانا، كل مشاهدين برنامج يوم جديد، أسعد الله صباحكم جميعا. هذه الفعاليات وهذه التظاهرات التي تعمل عليها وزارة الزراعة من خلال المهرجانات حقيقة هي ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وضمن محور التسويق لاستيعاب الفائض وتسويق منتجاتنا المحلية خارجيا. هذا المهرجان وفي عامه الرابع حقيقة يشكل نقلة نوعية لقطاع التمور. اليوم توسع حقيقة قطاع التمور، ولهذا المهرجان أثر كبير في توسع هذا القطاع. كما تعلمون كان لدينا مهرجان رمان، وأيضا كان لدينا وهذا المهرجان، وأيضا مهرجان زيتون على مقربة احنا من هذه المهرجانات. كل هذه المهرجانات وسيلة لاستيعاب الفائض وإيجاد أسواق جديدة، خاصة المهرجانات التي تضم مشترين من الخارج ومن دول مختلفة. هذا المهرجان يضم أكثر من 20 مشتري من 10 دول مشاركين في هذا المهرجان. لدينا أنواع من التمور ومنتجات من التمور وعدد كبير من المزارعين المشاركين في هذا المهرجان. إن شاء الله هذه الإطلالات وهذا الدور الكبير الذي يعني تقوم وتطلع عليه وزارة الزراعة أن يثمر إن شاء الله في توسع القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، وأن يكون أثر مباشر وملموس على مزارعنا أولا وأخيرا. أستاذ لورنس، الآن نتحدث عن مزارعنا الأردني ودور وزارة الزراعة في دعم المزارعين وتحديدا مزارعين أشجار النخيل. تعرف الآن يعني اللي بيذهب إلى منطقة الكرامة الأغوار منشوف المزارع النخيل، منشوف إنتاج أصناف وأنواع من التمور بجودة عالية، وأصبحنا من الدول المنافسة في تصدير، خصوصا يعني نحكي عن موضوع تمر المجهول. نعم زميل حسن، حقيقة وأنت يعني من المتابعين للقطاع الزراعي والتلفزيون الأردني أكيد من خلال برامج ومتابع، وزارة الزراعة تعمل على عدة مسارات. المسار الأول كان مسار توجيه الإنتاج من خلال الإرشاد الزراعي والإجراءات التي قامت بتوسيع قاعدة الإرشاد الزراعي حتى للزراعات الريادية والزراعات ذات القيمة المضافة والزراعات التصديرية. إضافة إلى ذلك الجهد الذي بذل من خلال محور التمويل من خلال الإقراض الزراعي، حيث حتى هذا الوقت تم إقراض حوالي 105 مليون دينار منذ عام 21-22 لتوجيه الإنتاج نحو هذه الزراعات، وخاصة زراعات النخيل، نخل التمر المجهول. إضافة إلى جهد التسويق من خلال الشركة الأردنية الفلسطينية تسويق المنتجات الزراعية وإيجاد أسواق جديدة، ولدينا بحمد الله عقود مع دول أوروبية وأيضا مع خلال مونديال قطر. كل هذه الجهود ساهمت بتوسع كافة القطاعات ومن ضمنها قطاع التمور الذي يشكل اليوم أكثر من 15% من التمور. تمر المجهول في العالم هو تمر أردني. نتحدث عن جهود متكاملة في وزارة الزراعة آتت كلها على عدة قطاعات، سواء كان قطاع التمور، قطاع الأسماك، قطاع الخضار والفواكه. صادرات تعافت بحمد الله، وخاصة بعد الأزمات الأخيرة، أزمة كورونا والأزمة سلاسل الإمداد. كل هذه الجهود تعمل حاليا على توسع هذا القطاع وخاصة قطاع تمر المجهول. زميل أستاذ لورنس، تحدث عن الداعم الرئيسي في هذا المهرجان، نتحدث عن جائزة خليفة الدولية لتمور النخيل والابتكار الزراعي، نتحدث عن هذه الجهة ودعمهم لهذا المهرجان. حقيقة هناك يعني إجراءات وتعاون واضح مع عدة جهات في إيجاد مثل هذه المهرجانات الهامة. حقيقة في مهرجان التمور كان
الجمعية جمعية التمور الأردنية وجائزة خليفة الدولي للتمر المجهول والابتكار الزراعي، الأثر الكبير في إيجاد مثل هذه المهرجانات، إيجاد الأسواق، إتاحة الفرصة للدخول عالميا، مساحة من التنظيم المميز حقيقة والتنفيذ والإجراءات الخاصة بأن تنقل هذه الفكرة عبر العالم. اليوم هذا المهرجان يشكل رافعة لقطاع التمور، جهد مثمر لجمعية التمور الأردنية ولجائزة خليفة. نتمنى أن يكون هناك تعاون دائم وإن شاء الله استمرارية بهذا التعاون. زميل حسن، شكرا أستاذ لورانس. ننتقل معكم مشاهدي الكرام إلى المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية، نرحب فيك من خلال فقرة القافلة عبر برنامج يوم جديد. قبل أن نتحدث عن المهرجان، حابين تحدثنا عن التمر الأردني، نحكي عن جودة التمر الأردني بشكل عام. شكرا لبرنامج يوم جديد على يعني على هذه الفرصة. التمور الأردنية قصتها قصة طويلة جدا. هي التمور الأردنية بدأت 4000 سنة قبل الميلاد، وبعد ذلك بعد الميلاد وبعد أن هزت العذراء مريم الجذع النخلة في هذه الأراضي وفي هذه المنطقة، استمر إنتاج التمور على نطاق محدود في العقبة تحديدا وفي شمال وادي الأردن. إنما الزراعة الحديثة للتمور الأردنية بدأت في تقريبا في منتصف التسعينيات في عام 1995، ووجدنا أن يعني زراعة المجهول الأردني ممكنة وناجحة ومجدية في الوادي. تمور الأردنية، تمور المجهول الأردنية، ما يميزها أنها تنتج في منطقة على أخفض بقعة بالعالم، 400 متر تحت مستوى سطح البحر، فلذلك هو أعلى ضغط جوي، ولذلك هو أعلى محتوى أكسجيني طبيعي. كل هذه الظروف وطول الموسم الصيفي طويل شوي، فلذلك تنضج التمور الأردنية على حرارة هادئة. يعني احنا بنسميها بالعامية بنسميها زي الزرب يعني، فلذلك لذلك هي مختلفة عن أي تمور. المادة اللحمية، القوام، درجة الحلاوة، حتى السكريات الموجودة في التمور الأردنية هي سكريات أحادية، جلوكوز وفركتوز، وهي يعني أقل من ضررا من السكروز، ولذلك يعني تناولها باعتدال قد لا يؤثر على أيضا. خلينا نحكي الآن دور جمعية التمور، وهي من المنظمين الرئيسيين لهذا المهرجان. نتحدث عن الندوات العلمية رح يكون في هذا المهرجان، هناك معيقات، هناك تحديات تواجه المزارع الأردني، وتحديدا في موضوع زراعة النخيل، سوسة النخيل، يعني هي من أكبر التحديات ممكن اللي بتواجه المزارع الأردني. نحكي في هذا النطاق إذا سمحت. سيدي، الجمعية تأسست عام 2005 من مجموعة من الرواد. هدف الجمعية هو خدمة قطاع النخيل. نحن جمعية قطاعية، لسنا جمعية خاصة، إنما جمعية تخدم قطاع النخيل. منتسبي هذا القطاع حوالي 500 مزارع، وهذه الجمعية تسعى إلى تطوير إنتاج وتسويق التمور بشكل عام. مواجهة التحديات، نحن نعمل مع الحكومة يدا بيد حقيقة، نشتبك إيجابيا مع الحكومة لمواجهة هذه التحديات. أهم تحدي بالنسبة لنا في الأردن هو المياه، والتحدي الآخر هي الآفات والأمراض، والتحدي الآخر هو التسويق. كل هذه القضايا، هذا المهرجان يأتي لمعالجة قضايا اللي بتتعلق بالتسويق بالدرجة الأولى، ومن ثم لمناقشة التحديات الأخرى على مستوى علمي. يعني يوجد في هذا المهرجان اليوم ندوة علمية، وعلى مدى يومين ستناقش القضايا المتعلقة بالتحديات التي تواجه قطاع النخيل، التغير المناخي، نقص المياه، هناك أيضا قضايا المنتجات، الصناعات التي يمكن أن تقوم على التمور. أستاذ أنور، معلش، إحنا الآن منصدر تمر المجهول، يعني بنحكي تقريبا ل 15 دولة أكثر، ويمكن أكثر. يعني هذا إشي إيجابي لموضوع زراعة التمور وإنتاج التمور. إيش بتطمحوا في وزارة، عفوا، في جمعية التمور؟ نحن يعني نسعى إلى الآن، إحنا يعني نسوق كم نصف إنتاجنا، نحن نسعى إلى تسويق نسبة أعلى من إنتاجنا إلى عدد أكبر من الأسواق.
لكن التحدي الكبير أن نحافظ على جودة وسلامة المنتج الأردني. لنا سمعة طيبة في العالم، ليس المهم أن تصل إلى القمة، المهم أن تحافظ على أن تبقى في القمة. طيب. الآن نتحدث عن يعني شراكتكم مع وزارة الزراعة، مع المركز الوطني للبحوث الزراعية في دور الإرشاد وتوعية المزارع الأردني، وتحديدا نحكي شوي يعني نتطرق لموضوع الآفات الزراعية والحشرية الفطرية منها أو الحشرية، وتحديدا سوسة النخيل اللي يعني تعتبر من أصعب التحديات اللي بتواجه المزارع النخيل. نعم، نحن نعمل حقيقة كما قلت لك، وهذا على أرض الواقع مع وزارة الزراعة يدا بيد. هنالك فيما يتعلق بسوسة النخيل الحمراء، وهي من أكثر التحديات اللي بتواجهنا في قطاع الآفات. هنالك تعاون مشترك، هنالك حملات سنوية لمكافحة سوسة النخيل في الأردن، وأيضا هنالك تعاون مع المركز الوطني لتطوير التقنيات. نحن يعني نعمل يدا بيد مع وزارة الزراعة والمركز الوطني وحتى الجهات الدولية الموجودة في الأردن مثل الفاو مثلا نعمل معها. شكرا باشمهندس، يعطيكم ألف عافية، واتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مهرجان التمور الأردني على هذه الفرصة. شكرا. إذن لانا وهبة، هذه كانت جولتنا في مهرجان التمور الدولي الرابع لعام 2022، وهذه دعوة للأخوة المواطنين في زيارة هذه المهرجان، هذا المهرجان الذي يبدأ من اليوم ولغاية 23 من الشهر الحالي. نعود لكم إلى استوديو يوم جديد لاستكمال ما تبقى من فقرات لهذا اليوم.